مرة واحدة وشفايفها ما بقتش عارفة تحركها، بقها اتقفل ومش عارفة تفتحه وتتكلم، فقدت النطق ولو مؤقتا. حكاية عجيبة للمراسلة التلفزيونية أميمة البدري. يا ترى ايه اللي حصل مع أميمة البدري وايه اللي وصلها لكده؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الزعل يا جماعة، ايوه الزعل هو اللي عمل كده في المراسلة التلفزيونية الشهيرة أميمة البدري. البنت من يومين بس كانت بتحتفل بالعيد وكان كله زي الفل، دلوقتي ومرة واحدة بقت مش عارفة تتكلم، مش عارفة تفتح بقها. أقصى حاجة تقدر تعملها دلوقتي إنها تهتف في الكلام، ووصفت نفسها إنها بقت من الصم والبكم. طبعا إحنا مش عايزين ده يحصل لا قدر الله، علشان كده لازم إن هي تتعالج على طول وتتحل الأزمة اللي كانت السبب في اللي حصل لها. المراسلة الشهيرة أميمة البدري مرة واحدة فوجئ محبيها ومتابعينها على السوشيال ميديا ببوست ليها بتستغيث من اللي حصل معاها. كتبت بتقول إنها محتاجة مساعدة لأنها فقدت النطق فجأة، مش عارفة تنطق ولا تتكلم نهائي، شفايفها زي اللي لزقت على بعض ومش قادرة تاخد نفسها بشكل كويس زي ما كانت متعودة دايما، وفضلت مخضوضة بسبب كده لحد ما راحت لدكتور حب يطمنها شوية ويعرفها ايه اللي عندها ده ويحاول يعالجها. أميمة لما راحت للدكتور طلب منها تعمل أشعة وتحاليل لأنه كان شاكك في الأول إن يكون عندها جلطة ولا حاجة، بس اتضح إنها فقدت النطق بسبب إنها زعلت جامد من موقف معين حصل معاها وما رضيتش تحكي عنه. دلوقتي وبعد ما تحدد ايه اللي عند أميمة بالظبط، كتب لها الدكتور على أدوية وطلب منها راحة تامة لمدة 3 أيام، ولو لا قدر الله ما اتحسنتش وفضلت على حالتها دي هيضطر الدكتور يعرضها على دكتور تاني تخصص أعصاب فقط، ووقتها في الأغلب هيتعمل لها جلسات كهرباء على أمل إن الجلسات دي تحسن حالتها شوية وتخليها تعرف تتكلم. بس نحب نبشركم إن المراسلة الشهيرة الحمد لله قدرت شوية تخف من الأزمة اللي عندها، دلوقتي بقت قادرة نسبيا تحرك شفايفها وتقول كلام متقطع، هو كلام مش مفهوم بس ده يخلي فيه أمل ترجع تخف تاني من الأزمة. ادعوا لها يا جماعة لأنها في أشد الحاجة للدعاء، ربنا يشفيها يا رب ويطمن أهلها عليها. اللافت في أزمة المراسلة أميمة بدري إنها وعت الناس وأخدوا منها عبرة إنهم على قد ما يقدروا يحاولوا ما يزعلوش خالص، وإن الناس تاخد بالها من بعض وتحاول تكون خفيفة وما تزعلش بعض بأي شكل من الأشكال، لان في النهايه ده اللي بيحصل زي ما انتم شايفين كده، وممكن يوصل الحال في وقت من الاوقات ان يكون في ازمه نفسيه والازمه دي تخلي الشخص يفقد النطق وما يقدرش يتكلم. لحد هنا ونكون وصلنا لنهايه الفيديو وعرفنا مع بعض ايه اللي حصل مع المراسله الشهيره اميمه البدري، عرفنا انها فقدت النطق وفقدته بسبب ايه بالظبط، وهي بتعمل ايه دلوقتي وهتعمل ايه مستقبلا علشان تتعالج وتخف من الازمه اللي هي فيها. في النهايه بنوصيكم يا جماعه تاخدوا بالكم على نفسكم وما تزعلوش بعض نهائي، وعايزينكم تدعوا لها بالشفاء بإذن الله.